الطرب والسهر والشعر، ثلاثة أشياء هي ما تميز مدينة المكلا التي كانت على موعد مع أول حفلة غنائية بعد طرد عناصر تنظيم القاعدة من المدينة. معها عاودت المباهج وصدح صوت الفنانين في ليل المدينة الساحلية، فلا يذكر الفن إلا وتذكر معه المكلا. لكن منذ سنة تقريبا إبان سيطرة المتشددين على المدينة، اختفت هذه الحفلات عن المشهد وخبأ الناس آلتهم الموسيقية هربا من بطش العناصر المسلحة. علاقة محافظة حضرموت الحميمة بالفن أصيلة وضاربة في الجذور، لكنها مرت بظروف عصيبة، فحضرموت حاضرة الشعر والغناء على الساحتين المحلية وأيضا العربية كادت تفقد هذه الخاصية. ومع عودتها في أول سهرة غنائية منذ تحريرها من سيطرة جماعة أنصار الشريعة، عاودت روح الفرح لأبناء المدينة بعد تحريم الموسيقى عليهم وتعرضهم لمنع إحياء مثل هذه الحفلات الغنائية والرقص في المناسبات. شهد هذا الحفل احتشاداً وتفاعلاً كبيرين من سكان المدينة الساحلية، حيث عبروا عن سعادتهم بالرقصات الشعبية كعودة للبهجة والفرح. فالأرض التي انجبت عمالقة الشعر والفن الكبيرين أبو بكر سالم بالفقيه وحسين المحضار لا يمكن لها أن تكون حاضنة للتطرف والتشدد.